هل تعلم أن بإمكانك تحويل الرصيد إلى صديق في أي وقت؟ تسمح لك خدمة مني إليك من دو بتحويل الرصيد من خيار وقت أكثر إلى أي رقم دو آخر يعمل بنظام الدفع الفوري أو خط زوار. للأسف لا يمكن تحويل الرصيد بين الباقات الشهرية، كما لا يمكن تحويل البيانات بين خطين. لتحويل رصيد إلى صديق، اضغط نجمة 121 نجمة، ثم قم بإدخال رقم هاتف دو الخاص بصديقك. اضغط على رمز النجمة مرة أخرى، ثم قم بإدخال المبلغ الذي تريد تحويله بالدرهم يليه رمز المربع. مثلا إذا أردت تحويل 30 درهم لرقم هاتف 055-567-1234، ستقوم بالضغط على نجمة 121 نجمة 055-671-234، ثم رمز النجمة، ثم 30، ثم الرمز المربع. ستصلك رسالة تطلب منك تأكيد الرقم المستلم والمبلغ المطلوب تحويله. تأكد من المبلغ والرقم المستلم وأكد الرسالة. سيتم احتساب 5% تكلفة تحويل من قيمة الرصيد المراد تحويله من خيار وقت أكثر الخاص بك. هذا كل شيء. ألم أقول لك أنها عملية سهلة؟ للمزيد من المعلومات أو للحصول على المساعدة، بإمكانك التواصل معنا على تويتر @dotweets أو قم بزيارة موقعنا www.do.ae/support.